السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد، وإن شاء الله يكون مش طويل قوي لكن بإذن الله هيكون مفيد، عن الترجمة الفورية لمين؟ للصفحات ومواقع الإنترنت، بالإضافة للأفلام العلمية زي اليوتيوب مثلا، يعني باستخدام أداة ترجمة جميلة جدا، ما هوش برنامج، ده مجرد إضافة بتضاف على البراوزر أو المتصفح الأداة دي أو الإضافة، اسمها I am translator، مكتوب حتى تحتها كده we remove language barriers، احنا بنزيل حواجز اللغة، لأنه فعلا يعني أداة رائعة وترجمة فورية بضغطة زر. نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان تخيل ان حضرتك موجود في صفحة علمية، مطلوب منك مقال او ما شابه، موقع زي ده موقع علمي، موقع علمي مكتوب باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، ممكن مش شرط إنجليزي، ممكن يكون لغة أسبانية، بس الموضوع عاجبني، أنا حاسس إنه ممكن يكون مفيد مثلا بصورة أو بأخرى. يعني تخيل إن هو بضغط الزر يبقى بالشكل ده كده، بضغط سر، يعني بياخد نفس الوقت تقريبا اللي أنا عملته كده، فبيبقى باللغة العربية اللي إحنا محتاجينها عشان نعمل المقالة بتاعتنا أو الموضوع أو النشاط المطلوب مننا أيا كان، يعني بنجهز محاضرة. طيب تخيل في الفيديو على اليوتيوب، فيديو علمي، الترجمة بتاعت اللي بتطلع تحت دي سهل، طب فلنفترض ان انا عايز الترجمه كلها تبقى عندي، يعني الفيلم ده انا هاخده هسجله او اعمل عليه فويس اوفر، فويس اوفر يعني هعمل عليه تعليق بصوتي انا باللغه العربيه، طب هجيب النص ده منين؟ هل هاخد بقى افضل اخد من تحت كده انقل كلمه كلمه وسطر سطر؟ لا، بضغطه زر ايضا بلاقي كل الترانسكريبت موجوده عندي، حتى اللي في العربي هنا حتى اللي في العربي. بيحصل ازاي ده؟ لما بيكون في فيديو بالشكل ده كده بروح تحت على سي سي اللي هو كلوز ذا كابشن او الترجمه بتاعته اللي هي السي سي دي اهي اللي هو السبتايتل، وبختار اللغه العربيه. لما بختار اللغه العربيه بتتحول الترجمه هنا. طب هل انا هقعد انقل او اصور الشاشه او انقل سطر سطر او كلمه كلمه كل ما الحديث بيستمر او الفيديو بيستمر؟ لا، انا عندي وسيله بسرعه كده اقدر اعمل بيها الشغلانه دي كلها بصوره بسيطه وميسره. الترجمه دي او الاداه دي اسمها اي ام ترانسليتور، اللي معاه الكيو ار في الجوال اللي تشغل الكاميرا هياخد الكود اللي فوق ده هيروح للصفحه على طول، ولو كتب اي ام ترانسليتور هتطلع له اول اختيار موجود. هي دي الاداه، وطبعا بالاضافه ان هي على اليوتيوب ليها فيديوهات رسميه، يعني من داخل الشركه نفسها اي ام ترانسليتور، فجايب فيديوهات قصيره دقيقتين دقيقتين ونص وهكذا، بيشرح فيها الامكانيات الكبيره والضخمه لهذه الاداه. الأداة دي عبارة عن اكستنشن أو امتداد أو إضافة لكل المتصفحات. طبعا هنلاحظ بقى من أول الأوبرا، فايرفوكس، الكروم إلى آخره. طب متكررين ليه؟ لأن في عندنا ترانسليشن كومباريزون فور كذا، الثلاثة الأولين دول بيقارن ما بين ترجمة الترجمة بتاعته والترجمة بتاعت مايكروسوفت والترجمة بتاعت جوجل، يعني بيديني كأن الثلاث ترجمات وأنا أختار ما بينها. طبعا واضح ان هو معظم المتصفحات الرئيسيه هو موجود كاضافه فيها بالشكل ده كده. بنروح بختار الاداه اللي انا عايز اضيفها وبضغط كلمه اد تو كروم، يعني اضافه لكروم. اول ما بضغط عليها بتطلع لي الشكل ده اللي هو كروم ويب ستور، المتجر اللي خاص بالكروم، بضيف الاد تو كروم. انا طبعا لو انا محمل هنا هيبقى بدل الكلمه دي انستول، يعني اشيلها او احذفها يعني، فبتبقى عباره عن اضافه اي ام ترانسليتور. وهنا في وده عباره عن ايه؟ الاي ام ترانسليتور ده عباره عن ترانسليتور مترجم وديكشنري وقاموس وتي تي اس. تي تي اس اللي هي ايه؟ تكست تو سبيتش، يعني نص الى تحويل النص الى كلام. طبعا الموقع ده برضو الكيو ار بتاعه على اليمين اهو اللي عايز يروحه مباشره. بنتقل بالشكل ده كده، لما بضغط عليه بيقول لي انت متاكد انت عايز تضيف الاضافه دي؟ اقول له اه. طبعا بيعمل تشيكنج عشان لو انتي فيروس او الى اخره، بيروح الكلام ده كله بلاقيه بيتضاف عندي شكل الرمز بتاعه اهو اللي هو الرمز ده كده، سهمين، واحد ازرق وواحد احمر، بيرمز الى الترجمه. خلاص من والى يعني. طبعا بعد ما اضفته خلاص، لو انا عايز بقى ازيله تاني من كروم، لكن ان شاء الله احنا نفضل ايه محتفظين بيه يعني. لما طب لو هو في الاول ما يكونش ظاهر عندي زي الايقونات اللي موجوده هنا، طبعا دي لو الترجمه بتاعت جوجل يعني. بضغط على الشكل ده، فده عباره عن السيتنجز او اعدادات، بيبتدي يديني كل الامتدادات اللي انا حاططها عندي، لان ممكن يكون عندي اكتر من امتداد. طبعا حضرتك لو هتعمل الخطوه دي مش شرط تلاقي كل دول يعني. طبعا انا عايزه يفضل ظاهر على طول، فبختار رمز البن، يعني دبسهولي ثبتهولي خليه ظاهر على طول بشكل مستمر. بعد ما بضغط بيتحول بالشكل ده، خلاص بيظهر، بيفضل ظاهر عندي موجود هنا بالطريقه دي عشان يسهل لي العمل.
بعد كده بضغط عليه هو شخصيا، على الرمز ده هو شخصيا، عشان يديني القائمه المنسدله دي. فبختار كلمه اوبشنز او اعدادات، اعدادات الاي ام ترانسليتور. اللانجوج بقى بيديني بقى انا عايز اعمل ايه. اولا بيديني في هنا عندي اهم شيء عندي اللي هو الاوبشنز دول، التو اوبشنز دول، اللغه اللي انا عايز اترجمها وهحولها لانهي لغه. الافضل اسيب الاختيار الاول ديتكت لانجوج، يعني هو يعمل لها ديتكشن، بيكتشفها هل هي انجليزي، لان ممكن انا انجليزي انا عارفها، طب ممكن تكون لغه تانية، اسباني، برتغالي، ياباني، كوري، صيني، ايا كان اللغه دي انا ما اعرفهاش. فلو انا اخترت اختيار محدد يبقى انا مش هحصل على نتيجه طيبه، فبسيبه هو يعمل ايه، تشيك على اللغه دي وهو اللي يكتشفها يعني. انما التانية انا بقى بختارها واقوم جاي رايح هنا من القائمة عشان اختار اللغة العربية. يبقى انا عايز احول دايما الترجمة للغة العربية. من انهي لغة؟ من اي لغة هو بقى هيشوفها عندي. طب بستخدمه زي مع الصفحات، بروح في اي مكان في الصفحة وبدوس بالزرار اليمين رايت كليك، فبتطلع لي القائمة دي، بيطلع لي اي ام ترانسليتور، وعندي سهم صغير هنا، السهم ده بيديني اختيارات اخرى، قائمة تانية بختار ترانسليت ذيس بيج تو ارابيك، يعني حول لي الصفحة دي للغة العربية، اهي بقت باللغة العربية. دي الصفحة اللي احنا شفناها في الأول خالص. طبعا احنا دلوقتي هنروح هنطبق مع بعض، ما تقلقوش، احنا مجرد بس بنتعرف على هذه الأداة. طبعا في النهاية قبل ما نروح نطبق على طول وأترك حضراتكم، إن شاء الله أتمنى الفيديو يعجبكم ويكون فيديو مفيد، وأرجو إن اللي بيتفرج على الفيديو يحاول يوقف الفيديو كل شوية ويطبق، يوقف ويطبق، او يشوف الفيديو الحاجه اللي اريح له يعني. ودايما الفيديوهات بتاعتي خصوصا في الفتره الاخيره حاولت احولها كلها بعمل لها تايم ستامبس، يعني لو بصيت يعني دائما ارجو ممكن تستفادوا من الجزء بتاع الديسكريبشن او توصيف الفيديو تحت الفيديو، ممكن اكون حاطط روابط مفيده، زائد بالاضافه ان انا بكون حاطط مقسم الفيديو، اللي مش عايز يشوف الفيديو كله وعايز يروح على التطبيق على طول او على منطقه معينه هيلاقي الكلام ده موجود في توصيف الفيديو تحت المكتوب تحت الفيديو. نروح مع بعض كده للتطبيق، يلا بينا يلا بينا. طيب انا عايز نجرب ده بقى فعليا، نروح مع بعض كده ونشوف نجربه فعليا. احنا موجودين في الصفحه العلميه اللي احنا كنا عارضينها في البرزنتيشن في الاول، بروح في اي مكان بالزرار اليمين وبروح بنزل تحت هنا اي ام ترانسليتور، واقوم جاي رايح ترانسليت ذيس بيج تو ارابيك بالشكل ده كده، واضغط عليها مره واحده بالزرار اليسار طبعا بتاع الماوس، ضغطة زر زي ما احنا اتفقنا، فبيقول لي ان الصفحة دي مترجمة للغة العربية، واعطيني اختيار ان هنا شو اوريجينال، اوريجينال يعني الصفحة الرئيسية باللغة بتاعتها، وادي العربي بالشكل ده. سهل، مجرد ان اعمل كنترول ايه باخد النص كله، او بقف عند بداية الكلام وابتدي اخد النص واقول له كوبي واروح على الوورد اخد النص بتاعي واستفاد بيه بالشكل ده. اتحول كل حاجة بالقوائم الى اللغة العربية بضغطة زر كده، بقى الامر في منتهى السهوله واليسر. طب ده بالنسبه لصفحه انترنت. طب بالنسبه لليوتيوب، نشوف مع بعض. ده الفيديو اللي احنا كنا شرحنا عليه، ده الفيديو بالشكل ده كده، لو انا جريت شويه كده وشغلته. There are two broad categories of cells. الكلام بيظهر عندي زي ما حضراتكم شايفين باللغه الانجليزيه. هو ممكن ما يظهرش اساسا. العلامه دي اللي هو السي سي اللي هو كلوزد كابشنز، لو انا مش ضاغط عليها بالشكل ده كده مش هتطلع لي الكتابه، مش هتطلع الترجمه العربي ولا الانجليزي. فلو انا عايز تظهر الترجمه الاول باللغه بتاعه الفيديو بضغط هنا فبتظهر لي، بضغط هنا ضغطه واحده بالشكل ده كده لازم اعلم عليها، فبتبقى باللون الاحمر تبتدي تظهر الترجمه باللغه الاصليه بتاعه الفيديو. طب انا عايز حاجه تانية بقى اللغه العربيه، بروح هنا علامه السيتنجز او الاعدادات، فبلاقي عندي السب تايتل موجود انجلش، وساعات بيبقى مكتوب هنا عندي اوتو، بضغط عليه مره واحده وبروح لكلمه ارابيك باللغه العربيه بالشكل ده كده. طيب واضغط هنا يوكاريوتيك سيلز، اهو الترجمه بقت عندي بالشكل ده كده باللغه العربيه. طب انا هفضل استنى عشان انقل بايدي الكلام بالشكل ده؟ لا، الحقيقه بقوم جاي رايح تحت هنا تحت العنوان بالشكل ده كده، واروح اضغط الثلاث نقاط دول بالشكل ده، الاقي اوبن ترانسكريبت، فبيطلع لي هنا على اليمين الترانسكريبت موجود اهو. مش بس كده، بيطلع لي كمان بالتوقيتات. التوقيتات دي ده في حاجه اللي هي تايم ستامبس، لو انا هعيد تسجيل الفيديو ده بصوتي ابقى عارف كل سطر من دول هيتقال في انهي دقيقه بالظبط، اللي عشان تبقى ماشيه مع الصوره.
ده لو انا هعمل فويس اوفر، لو هعمل فويس اوفر بصوتي يبقى الارقام دي محتاجها، اللي هي يبقى لما اجي عندي دي الثانيه الثامنه اقوم جاي انا قايل على طول النص ده، عند الثانيه ال 13 هقول النص ده عشان يبقى ماشي مع الصوره اللي محطوطه وهكذا. طب لو انا عايز النص وبس بقوم جاي رايح على الثلاث ازرار دول واقول له توجل تايم ستامبس، شيلهم لي انا مش عايزه. اروح بقى هنا بقف عند الاول خالص وابتدي اقوم جاي واخد كل النص بالشكل ده كده، انا خدت كل الترانسكريبت اللي هو الحوار واقول له كوبي واخده. طب انا ده بالانجليزي انا عايزه بالعربي. صح احنا نسينا. روح في اي مكان في الصفحه رايت كليك وقول اي ام ترانسليتور واختار باللغه العربيه، اقول له اديني الصفحه دي باللغه العربيه. شوفوا بقى ايه اللي هيحصل، حتى الترجمه اللي جوه الفيديو اترجمت، يبقى النص كله اللي هو الترانسكريبت الحوار مع الترجمة كلها بقت الصفحة كلها باللغة العربية، حتى الوصف تحت الفيديو بقى باللغة العربية، التعليقات باللغة العربية، حتى الفيديوهات الجانبية الثامب نيلز الصغيرة بقت عناوينها باللغة العربية، الصفحة بالكامل بقت باللغة العربية بالشكل ده كده، وحتى التعليقات بتاعت الفيديو حتى تعليقات الفيديو. أقدر أروح بقى في أول الفيديو كده وأقوم جاي واخد نسخة من ال اقف عند البدايه واخد ابتدي اخد كل النص ده رايت كليك او كنترول سي واروح للورد احط النص بتاعي. لو انا عايز ارجع التايم ستامبس مره تانية اللي هو تبديل الطوابع الزمنيه اهو بالشكل ده كده. بالطريقه دي احنا كده اتعلمنا استخدام اداه ايام ترانسليتور. هي بس هي بتعمل كده بس؟ لا، ادوات تانية كتيره. ازاي؟ انا عندي الترانسليشن بالشكل ده كده اهو، الترانسليشن اقدر اخد النص الاصلي انا حطيته بس ده باللغه الايه العربيه، انا عايز العكس، فبروح هنا برجع الصفحه دي كده وهاخد اول باراجراف جزء كام سطر بس كده، هقول كوبي واقوم جاي رايح عملت نسخ واروح احط النص بتاعي بالشكل ده كده. هنا الاساس بتاعه بيقول له هنا اوتو ديتكت زي ما احنا قلنا، هنا هختار اللغه العربيه، تحت هختار اللغه العربيه، بس كان طبعا اعمل الخطوه دي كان المفروض في الاول قبل الكتابه يعني بالشكل ده كده اهو، لكن مش هتفرق معانا باللغه العربيه. واروح اقول له ترانسليت، ترجم لي النص ده زي ما بعمل في جوجل بالظبط، ترانسليت اهو، ادي النص بالانجليزي وادي النص بالعربي بهذا الشكل. طيب دي كده ترجمه. طيب لو عايز اروح تكست تو سبيتش يعني عايز يقول لي النص يقراه لي بس كده، هحتفظ بيه كملف صوتي كمان، اخليه عندي لو عايز اتمرن على القراءه يعني اهو. بروح هنا بالشكل ده بيست او كنترول في، بختار هنا عندي حاجتين، عندي السرعه هنشوفها دلوقتي وعندي الصوت اذا كان ميل في ميل، وعندي بقى اختيارات الحقيقه كتير جدا يعني. بقول له سيت يعني اقراه لي اهو، اتحول على طول. This is a broad group of plant diseases caused by fungi that is commonly found on many garden plants. اتحول الى ملف صوتي. لو السرعه كبيره شويه بروح هنا واختار، انا اعتقد المناسب للناس في البدايه يعني سالب 2 او ماينس 2 لو السرعه تكون بطيئه شويه. خلاص وادي الملف كده، لو هنشوفه مره تانية اضغط كده وهنستمع الى القرايه هتكون ازاي. بيديني الملف الصوتي اهو. On many garden plants, leaf spots are classically thought of as tan to brown. طبعا الزبطه بتاعتها دي بترجع بقى لحضرتك. طب انا عايز الملف ده عندي، هروح هنا الثلاث نقاط دول واقول له داونلود بالشكل، مجرد ان اضغط نزل عندي ملف صوتي اهو، لو ضغطت عليه افتحه هلاقيه في التنزيلات اهو. Leaf spots are classically اهو اصبح عندي موجود الملف بتاعي بكل سهوله جدا، والموضوع كله ما بياخدش ضغطه زر. وفي النهايه اشكركم لحسن استماعكم، واتمنى من الله ان اكون وفقت، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وإلى أن نلتقي في فيديو جديد بسيط مفيد إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمانه، وأسألكم الدعاء بظهر الغيب. شكرا ودمتم بخير، السلام عليكم.